في تمام الساعة 9:30 صباح اليوم للأسف تم اعتداء إرهابي سافر على مبنى وزارة الخارجية والموظفون في بداية ساعات الدوام الرسمي، وترتب على هذا الهجوم فقدنا أحد موظفي وزارة الخارجية الزميل إبراهيم الشايبي رحمه الله، كما فقدنا أحد أعضاء الحراسة. واضح أنت تعرف، سمعتني؟ فإن وزارة الخارجية سوف تباشر عملها غدا صباحا من مقر جديد تم تخصيص لها من المجلس الرئاسي بعون الله، وسوف لن يثنينا هذا الهجوم الغادر على مزاولة عملنا في خدمة الدولة الليبية والشعب الليبي. المهاجمين كانوا 3 أصحاب بشرة أفريقية حسب شهود وحسب المعلومات الأولية، باشرت المباحث الجنائية بجمع الاستدلال والتحقيق. عدد الجرحى إلى الآن يعني حسب إحصائية وزارة الصحة 18 جريح، غادر منهم 2 المستشفيات أو المصحات، والباقي إن شاء الله يعني إصابات ليست خطيرة. واضح أنت تعرف، سمعتني؟ تست تست، تمام شباب. بالتأكيد أن هناك ضعف أمني وخلل أمني يحتاج إلى أن تشكل له لجان لدراسته، وكذلك لوضع خطط أمنية حتى نستطيع التغلب على هذا القصور الأمني الموجود الآن.